صدر اسم المدونة العراقية طيبة العلي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن مقتلة خنقاً على يد والدها عند عودتها للبلاد. ومع كشف مزيد من التفاصيل عن الجريمة زاد غضب المتابعين والمطالبة لأخذ حقها. فقد لقيت الشابة حتفها خنقاً على يد والدها بعد عودتها للبلاد قادمة من تركيا لحضور بطولة خليجي 25، حيث أقدم الأب على خنق بنته حتى الموت. بالتفاصيل كانت قد صرحت طيبة العلي بإحدى مقابلاتها عن تعرضها للتحرش من قبل شقيقة، وبس حاولت البوح بالأمر لأهلها كان الرد يجي وإذا لا تخرج طيبة من العراق إلى إسطنبول وتشق طريقة الخاص، ولا تعود للعراق استجابة لطلب من والدتها وللاحتفال بفوز منتخب بلادها بخليجي 25. ومن وقت وصولها تلقت تهديدات كتيرة بالقتل، أعلنت عنها عبر حسابها الرسمي بإنستغرام مناشدة السلطات الأمنية لحمايتها دون جدوى. وأعلن مصدر أمني أن الأب القاتل سلم نفسه للسلطات معترفاً بجريمته، ولم يعلن عن دوافعه لهلأ، فيما تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي قصص كتيرة حول العلاقة المتوترة بين الراحلة وأفراد عائلتها وخلافاتها معهم من وقت عودتها للعراق، ما أشعل غضباً عراقياً لأن الجريمة وقعت على الرغم من استغاثات كتيرة انطلقت من الفتاة وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه ما كشفت عن موقفها من التقدم ببلاغات للشرطة ضد أصحاب هيديك الرسائل. وبحسب مقربون من الضحية فقد كانت عم تستعد للاحتفال بزواجها خلال الفترة المقبلة من شاب يدعى محمد الشامي، الأمر اللي عارضه أهله رغم موافقتهم عليه قبل رجوعها للعراق. وقبيل الجريمة انتشر هاشتاغ احموا طيبة إلى حد كبير عبر تويتر وفيسبوك وإنستغرام. يشار إلى أن منظمة آيسن لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة بالعراق كانت علقت على الحادثة معتبرة أن مقتل طيبة العلي يعد جريمة جديدة تحت مسمى الشرف المزيف. وأضافت المنظمة أن طيبة العلي جاءت إلى العراق لحضور بطولة خليجي 25 وتم تهديدها من دخولها للعراق عدة مرات من قبل ذويها. ولفتت المنظمة إلى أن الفتاة قتلت على يد والدها عبر خنقة وهي نائمة بعد نقل قسرياً من بغداد إلى محافظة الديوانية. ويذكر أن اسم طيبة العلي وصورها أصبح حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اللي أبدوا حزن وغضب جراء ما تعرضت له الشابة وسط مطالبات بمحاسبة الوالد وتشريع قوانين بتحمي النساء والفتيات من العنف الأسري.